نحنوح. ايوه يا نحنوح. ايوه شوف لي عريسي يا نحنوح، انا عاوزاه حالا. حاضر هجيبهولك حالا يا بنت خالتي، ما تقلقيش. بحبه يا نحنوح، بحبه. المجنون سابني وخلع. ايه يا عم في، انت لسه ما لقيتش المجانين بتوعك؟ اصل في واحد مجنون منهم قال لي ان امه مسافره وعامله حفله وخايفه المرحوم جوزها يجي على غفله. ايه الجنان ده؟ اوعى يا عم. ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعامة دي يا مزة؟ ايه ده؟ في جاتوه؟ في ايه يا عم؟ ايه؟ خد بالك دي بنت خالتي. انا عايز اعرف هم موجودين هنا يا عم. هم مين؟ المجانين في الفيلا دي. في الفيلا دي؟ في الفيلا دي. الفيلا دي. الفيلا دي. الفيلا دي. الفيلا دي. في ايه؟ معرفش. ايه الجنان ده؟ انا عارف. هو ايه اللي بيحصل؟ ايه يا جماعة؟ ايه العسكري ده اللي كله شاف الفيلا دي؟ في ده؟ انا عايز افهم. تعالوا يا بنات، يا اهلا وسهلا، ده انتوا انستونا ونورتونا. ده انا اتكسفت مكسوفه، انا عايز افهم الزفه ايه اللي اخرها لغايه دلوقتي. الزف ازاي بس يا مامي؟ مفيش مطرب. ها تعال. مفيش مطرب ازاي؟ ما انا اتصلت من شويه وطلبت المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم. بجد؟ او حياتي. ها انا سمعت حاجه كده. انا بقول المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم. لو سمحتي. في ايه؟ عايزه منه ايه؟ جاي علشان يغني في الفرح النهارده. على جثتي. فرح مين؟ فرحي؟ اه فرح. لا 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 على جثتك ازاي؟ ازاي انا ما غنيتش في فرحه؟ انت ما غنيتش، انت حر. ما روحتش جاب اتنين ترابيه غنى عشان يوفر. لكن هو جاي عشان يغني في فرحه. لا انا مش عاوز. مش لا عايز. لا لا. امال مين اللي هيغني؟ فرحي انا يا حبيبتي مش اقل من عبد الوهاب، فريد الاطرش، الناس العبقره دول. الله يرحمهم بقى، الله يرحمهم بجد. يعني عبقرة ايه الناس؟ طبعا الله يرحمهم. حول الله. صدقني.